المغرب الفاسي. إذا المغرب الفاسي سيدخل التشكيلة الآتية: أنا نيتي كحارس، فابيو باروس سوزا لاعب برازيلي، وعثمان التشكيلة الاحتياطية. الرجاء البيضاوي سيدخل بالتشكيلة الآتية: كحارس مرمى هناك طارق الجرموني، بقية اللاعبين زكريا الزروالي، مدرب جوزي روما، والتشكيلة الأحميوس بالخضر: عبد اللطيف جريندو، جيم المغرب الفاسي بهدف للسفر، يدخلان من أجل مداواة الجراح والصلح مع الجمهور. هناك الأخيرة أبان عن علو كعب هذا اللاعب، كرة أمامية الآن، هجوم لصالح فريق الرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي سيريديا الآن، هجوم من الجهة اليمنى لصالح فريق الرجاء البيضاوي. سيريديا يبحث، سيريديا كان مقطوع على مستوى خط وسط الميدان. إليري كوكو، هجوم الآن لصالح فريق الرجاء البيضاوي. محسن متولي وسط الميدان، سيريديا في العمق، تمريرة سيريديا لحد الآن يمكن نقول بأن تمريرة محكمة. محسن متولي يراوغ، يتوغل الآن محسن متولي، المراوغة الثانية يسدد. المراوغة الأولى، نشاهد قوة محسن متولي. قلت لكم بأنه نقطة تحول هذه المباراة. أول بطاقة صفراء يشير الحكم السيد رضوان جيد، أول بطاقة صفراء في وجه اللاعب رشيد سليماني. عمر رجي الآن، إذا تعود مرة أخرى لصالح فريق الرجاء البيضاوي. محاولة الاختراق، ياسين عبد الفتاح الخبازي. الآن يمكن نقول بأنه الفريقان البدني، بل معلم الآن زكريا الزروالي، ممتاز لاعب زكريا الزروالي، توغل الآن خطير فريق الرجاء البيضاوي في اتجاه محسن متولي. محسن متولي، عمر رجي الآن يحاول اختراق، يمرر التمرير، ومحسن متولي وياسين الصالحي وسيريديا هو الحل. متولي الآن في اتجاه رشيد السليماني، كرة عالية في حين التمريرات الطويلة في اتجاه ياسين الصالحي. زكريا الزروالي، عملية 1-2. عمر مجدي الآن، وشكل لاعب مؤثر في خط الأمام الفريق شباب المسيرة. الزروالي تعود لياسين الصالحي الآن، ياسين الصالحي سيبحث على لاعب محسن متولي. محسن متولي الآن يمر في اتجاه ياسين الصالحي، يسدد ياسين جهة يسرى ديناميكية جيدا في فريق المغرب الفاسي، وهي الجهة اللي كتوجد فيها كل من زهير المغراوي، عثمان البلداي، وحتى أبو رسوم. هجوم الآن مضاد صالح فريق الرجاء البيضاوي، ابتداء اي لحظة يكون مؤثر في مربع العمليات. محسن متولي يبحث الان عن اختراق، رشيد السليماني يفك التسلل، محاولة، محاولة الرجاء البيضاوي، وياسين الصالحي، ياسين الصالحي ينقذ الرجاء خلال تسجيل الهدف، واتى الهدف في حدود الدقيقة 41، والرجاء تنفست السعادة بهذه اللحظات. هدف للسفر لصالح فريق الرجاء البيضاوي، اكيد بانه الدقائق القادمة الهدف للسفر لصالح فريق الرجاء البيضاوي، واتى في وقت غير مناسب بالنسبة لفريق المغرب الفاسي. كرة امامية باتجاه محسن متولي، يمرر، خطأ في الإبعاد، عمر نجدي. محسن متولي الآن سيحاول اختراق، محسن متولي كيرفع الكرة خطيرة، وسيريديا في موقف لاعب رشيد سليماني. إذا إصابة رشيد آخر قبل المواجهة المحتملة. عمر نجدي الآن، محاولة عارضة، هجوم خطير وبداية قوية. نجدي كاد، او محسن متولي عفوا، محسن متولي كاد ان يسجل الهدف الثاني. توغل جيد لمحسن متولي، يسدد بخارج القدم، ترتطم بالقائم الايسر للحارس انس زيتي، كان قريب
تعود مرة أخرى لصالح فريق الرجاء البيضاوي. محسن متولي في اتجاه عمر نجدي، عمر نجدي الآن يبحث عن الاختراق، هناك سيريديا، يمرر ياسين الصالحي، ياسين الصالحي مرة أخرى. الضغط الآن من جانب المغرب الفاسي، الزهير المغراوي، كرة عالية، ياسين الصالحي، زكريا الزروالي، عملية 1-2، سيريديا، هجوم مضاد الآن للرجاء، ياسين الصالحي ينطلق أمام محسن متولي، يراوغ ياسين الصالحي، وستكون قادمة في صفوف المغرب الفاسي. ياسين الصالحي الآن يمرر في اتجاه محسن متولي، محسن متولي يبحث، ممتاز لاعب الإيفواري إيري. كرة الآن لصالح فريق الرجاء البيضاوي، محسن متولي، هناك مساحات، هناك فراغات، هناك مساحات، يوسف الخضر، ياسين الصالحي وحيد، يوسف الخضر من جانب الرجاء البيضاوي، تصل لمحسن متولي، محسن متولي، الفتى المدلل تابع المحاولة، بالفعل كان هناك خطأ حق لاعب محسن متولي. الآن سنتابع ضربة خطأ، والسيريديا يستعيد للتسديد، يسدد تسديدة قوية لسيريديا، بقى المحاولة خطيرة وتدخل في منعطف آخر، منعطف حاسم. ياسين الصالحي، ياسين الصالحي يحاول التوغل، يراوغ، ينتظر المساندة ويحصل على زاوية. وفلافيو باروس وأيضا خط وسط ميدان فريق المغرب الفاسي، محاولة الآن وهدف، انهزمت لمحسن متولي، لم يكن موفق، شاهدوا التمريرة كانت ممتازة لعمر نجدي، تجاوزت الدفاع، خرج أنس نيتي ومحسن متولي، تعود محسن متولي، محسن متولي الآن ينتظر يسدد، هي الهجوم، هذا ما ينهجه الرجاء البيضاوي في هذه اللحظات. حمزة حجي ضائعة، هجوم الآن للرجاء البيضاوي، عمر نجدي، محسن متولي يمرر، فرصة، ياسين الصالحي، والهدف الثاني لفريق الرجاء البيضاوي، ياسين الصالحي، أجل يكون لاعب واعد في صفوف الرجاء البيضاوي، لاعب فقط ينقص التقدير على مستوى السلوكي. ياسين الصالحي سجل الهدف الثاني لأولمبيك أسفي بأربعة أهداف لواحد، حسنية أكادير، الكوكب لم تستغل الفرصة وتعادلت أمام فتح الرباط بصفر مثل دخول سعيد فتاح وخروج رضوان بقلال. الآن تغيير في فريق الرجاء البيضاوي. إذن الأنفاس الأخيرة، يمكن أقول بأنه الرجاء حسمت بشكل كبير في هذا الفوز. المغرب الفاسي لم يكن موفق، نتمنى له حد أوفر في الدورات القادمة. المغرب الفاسي الآن يتجمد رصيده 35 نقطة في الرتبة الخامسة. عمدادي سكتليتيوي قام بعمل كبير مع فريق المغرب الفاسي، وبالتالي استطاع وضع المغرب الفاسي في السكة الصحيحة. الدورتين الأخيرتين المغرب الفاسي لم يكن موفق، هذه سنة كرة القدم، يجب الإمام بالهزيمة كما يجب الاعتراف بالفوز أو التعادل. الرجاء البيضاوي تسير نحو تحقيق الفوز.
من الفريق الاسلام.